معي من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم سفيان، دعني أشير إلى أن الأرقام التي ذكرتها بعثة الأمم المتحدة هي أرقام مستقاة ومؤكدة من وزارتي الصحة ووزارة الداخلية العراقية. وحتى حينما جاءت أرقام الضحايا خلال شهر يناير الماضي مرتفعة بأكثر من 100 بأكثر من 1300 قتيل بالإضافة إلى مئات الجرحى، فإنها جاءت بالمرتبة الثانية بعد شهر ديسمبر الماضي الذي تجاوزت حصيلة الضحايا في أكثر من 1500 قتيل في عموم البلاد، وهي الحصيلة الأعلى خلال الفترة الماضية خلال 6 أشهر الماضية. وبحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق فإن عام 2014 كان من أكثر الأعوام دموية في العراق، حيث قتل فيه ما لا يقل عن 30,000 بالإضافة إلى قوائم المفقودين الذين تجاوزت أعدادهم المئات، ناهيك عن أعداد الجرحى الذين تجاوزت أعدادهم 30 ألفا أيضا بحسب وزارة الصحة العراقية بسبب الوضع الأمني المضطرب في العاصمة العراقية بغداد، بالإضافة إلى الاشتباكات التي غالبا ما توصف بالعنيفة بين مسلحي تنظيم الدولة من جهة وبين الجهات الحكومية العراقية سواء من الجيش أو الشرطة الاتحادية أو البيشمركة الكردية شمال البلاد. ميدانيا هنالك تفجيران حصل اليوم لا بد من الإشارة إليهما على عجالة. الأول حصل جنوب العاصمة العراقية بغداد وتحديدا في منطقة الزعفرانية، حينما استهدفت دورية للشرطة العراقية أوقعت هذه العبوة قتيلين من عناصر الشرطة وأربعة آخرين بين صفوف الجرحى، بالإضافة إلى هجوم نفذه مسلحون على أحد الحواجز جنوب سامراء. أوقع هذا الهجوم أربعة قتلى من الجنود ومتطوعي الحشد الشعبي، بالإضافة إلى ثلاثة جرحى آخرين. نعم طارق ماهر، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.